حضرتك يا ريت تكلمنا النهارده الوقفه الاحتجاجيه لاطباء وموظفو عمال مستشفى المطريه التعليمي، كان ايه سبب الوقفه؟ والله هو سبب الوقفه ان الناس ليها مطالب والناس طالبه بحقيقه يعني، ولا يلاموا في هذا يعني. من المطالب كان موجود مدير قبل شهرين بالظبط او يمكن اقل اسمه دكتور هاني نصر. الدكتور هاني نصر ده راجل خير وكان بيتبرع من جيبه الخاص للمستشفى بما يعادل مثلا حوالي 650,000 جنيه، يعني جهز مركز رمض وفي نفس الوقت تبرع بده الحضانات للمستشفى وحاجات مصرية تانية كده كان بيتبرع بيها. فالناس لمست منه الود والمعروف فبتطالب بعودته. حاجة تانية ان الراجل ده يعني قالوا ان رجوع الدكتور هاني مدير عام المستشفى والاجور بتاعة التمريض والعمال الموظفين بالمستشفى تحسين الاجور بتاعة المستشفى بتاعة العمال. رجال الامن في المستشفى بياخدوا مرتبات في حدود كام؟ بياخدوا حوالي 350 جنيه 350 جنيه 375 في الحدود دي. الدكتور هاني نصر يعني اسباب ان هو مشي من المستشفى او ترك العمل واعتذر عنه هو ان كان في تقرير مغلوط من شخص سيء السمعه في الوزاره. الشخص ده ادعى في التقرير ان المستشفى الحضور فيها كان بنسبه 40% على الرغم من ان الجدول كله كان حاضر بالكامل وانا كنت موجود يومها ما عدا شخص واحد، يعني كان غياب واحد في الجدول كله وادعى ان الحضور كان 40%، زائد انه ادعى ان الاجهزه اللي شغاله في المستشفى 35%، وده شيء مغلوط طبعا لان الاجهزه التقرير بتاع شركه وادي النيل وهي التي تعاقد مع الوزاره لصيانه اجهزه المستشفى بيقول غير كده خالص. في برضه حاجه ثانيه الناس طالبت بيها النهارده وهو رفع الحد الادنى للاجور. الطبيب هنا مثلا المعين بياخد حوالي 250 جنيه شهريا، ده بدايه المرتب بتاعه. طبعا ده حاجه لا تليق بيه كدكتور ولا تليق باي موظف ولا تمكنه من العيش الكريم، فبيضطر يعمل في اماكن دون المستوى وبيضطر لشغل تاني خارج الطب. ممكن هو بالنسبه للتثبيت وكده احنا بقالنا 3 سنين ونص واربع سنين في المستشفى وفي ناس بقالها 10 سنين ما فيش تثبيت خالص ولا في اي حاجه، وما بناخدش زينا زي يعني هو مرتبنا بس وما بناخدش حاجه تاني اكتر من كده. المرتب بتاعنا بس الموسمين بعد والعقد يعني ايه ما بيتجددش، يعني كل سنه احنا ما بنمضيش على حاجه على عقود ولا حاجه بنشتغل كده وخلاص. يعني انتوا ما فيش عقود ليكم مع المستشفى؟ في عقود في المستشفى لكن مش عارفينها، يعني ما نعرفش حاجه عنها. ما عايزين نعرف ان احنا بقالنا 4 سنين وفي ناس بقالها 10 سنين لسه ما اتثبتتش، عايزين نعرف نثبت عايزين نثبت عشان خاطر شغل الحكومه في البلد بتاعتنا. هل بيتم الاستغناء عن بعضكم فجاه بدون اي اسباب؟ ساعات ناس معينه بحسب خلافات مع مدير الامن او حاجه في المستشفى؟ ممكن ممكن مثلا يغيب يومين يغيب ثلاثة عنده ظروف في البيت يرجع تاني لا يرجع لا عاد وانتهي. حتة كادر الأطباء إن الوزير قبل كده قال عليه كتير واتكلم فيه كتير وعاد وزاد المسألة. بص حضرتك أحسن مسألة حتة الحافز نفسه دي أخطر حاجة، لأن الحافز حتة كل أي حد ممكن يلعب فيها. يعني موضوع الحافز أنا عايز حاجة قول لي أنت مرتبك مثلا 1200 جنيه ومش عايز لا حوافز ولا بدلات ولا مش عارف ايه ولا ايه كل ده كلام ماليش دعوه. اديني مرتب ثابت انا هاخد مثلا 1200 جنيه او 1300 جنيه بس انا مش عايز اكتر من كده، قول لي انت هتاخد كذا. انما ما تربطليش الموضوع بحافز تميز وحافز مش عارف ايه، والتميز ده اللي بيحدده واحد ممكن يكون ظالم اصلا. تكوين لجنه للشفافيه بحيث ان يبقى كل واحد وراه رقيب، مش تخوين ولكنه داعي اكبر للشر. في حاجة أخيرة وهي محاسبة المقصرين، يعني اللي عارف حق الناس وما دلهمش عليه ده لازم يتحاسب. جاتها مثلا لغاية النهاردة من شهر ديسمبر وشهر يناير ما اتقبضتش، لو قلنا مثلا من شهر يناير كان في ظروف، يعني يناير ما حدش قبض ما فيش مشكلة لأن الاقتصادي بيجي في الشهر التالي ما بيجيش في نفس الشهر أو النبطشيات. فيناير كان في ظروف فما قدرناش نقبضه، لكن فين ديسمبر؟
هي دي الاسئله اللي كانت بتطرحها الناس على الاداره. الناس تطلب وفي حكم محكمه بحد ادنى للاجور 1200 جنيه. ابسط ما فيها ان احنا يطبق علينا الحد الادنى للاجور 1200 جنيه زائد الكادر الخاص بتاعنا. تمام؟ ده احنا غير اي سلطه في البلد، في اي نقابه في البلد في قانون اللي المفروض ان احنا ننتخب، احنا النقابه الوحيده اللي مش بانتخابات. ماشي؟ وبالتالي مفيش حد يدافع عن حقنا. صغيرة حتة المسألة مش مسألة فلوس من الدرجة الأولى أكثر ما هي مسألة مبدأ، لأن إحنا لو بنتكلم عن الفلوس يعني أنا مثلا أول ما جيت المستشفى هنا كنت هو يعني أنا يعني المفروض إن أنا راجل متزوج يعني، والمفروض كمان يعني فترة كده يعني كانت ممكن المدام بتاعتي بريجننت كمان أو حامل، والمفروض إن أنا كنت باخد حوالي 300 جنيه مثلا من المستشفى، والمفروض إن أنا ما شاء الله ما شاء الله يعني إن أنا كنت النبطشية أول ما استلمنا هنا قعدت سنة أو سنة وشوية، يمكن كنا احنا يعني الناس اللي قدام هم اللي يمكن يعرفوا الكلام ده، الدكتور هاني يمكن عارف الكلام ده، اللي احنا مثلا قعدنا مثلا ناخد سنه وشهرين اللي احنا ناخد النبطشيه ال 24 ساعه. طبعا بص حضرتك الاول حته ال 24 ساعه دي حاجه اظهر يوما اصلا، حاجه غير ادميه في الاستقبال. ماشي؟ لما اقعد انا كطبيب 24 ساعه في الاستقبال، واستقبال المطريه يعني حط يعني استقبال والمطريه ده ثلاث خطوط، يعني مش قصدي المطريه كمنطقه شعبيه ولا بتاع، لان احنا كده كده متعودين على كده، يعني استقبال فيه ضغط. مثلا بشتغل 24 ساعه، لو نزلت 24 ساعه على الاقل بشتغل منهم 22 ساعه في الاستقبال من غير ما ارتاح، وبرغم كده كنت باخد بالظبط 5 جنيه و60 قرش نبطشيه 24 ساعه. دكتور، بماذا قبلت هذه الطلبات من اداره المستشفى؟ والله هو يعني زي ما بنقول الدكتور هاني نصر دايما راجل بيمد يد العون، فكان موجود النهارده على الرغم من صفته دلوقتي هو ليس مدير المستشفى، فكان موجود وطالب باللجنه دي، هو اللي طالب نفسه بوجود اللجنه دي، ان اللجنه للمحاسبه والمذنب يتعاقب. ده رقم واحد. حاجه ثانيه ان هو عجل او وعد بصرف المتاخرات. طبعا ده من واقع كونه راجل يعني حبيبنا من الاخر، لكن هل هو يملك؟ هو لا يملك الان لانه ليس مدير المستشفى. لا، هو الراجل انا برضه مدير المستشفى اللي موجود هو الدكتور صفوت، وده راجل يوم مدير يعني، هو راجل كويس جدا وما حدش يقدر يعيب في الكلمه، لكن ما دونه الناس بتسال عن ما دونه، لكن الراجل الدكتور صفوت نفسه في حد ذاته راجل كويس. ما دونه هما في الاداره الماليه؟ الاداره الماليه ما فيش رقابة على الإدارة المالية في مصر. هو أكيد في رقابة. بس الناس بتشتكي. إما الشكوى دي على أساس. طبعًا إحنا ما عندناش مستندات. فإيه الفيصل بين الناس؟ إن يكون في لجنة. اللجنة دي تشوف مين اللي على صواب ومين اللي على باطل. لو هما طلعوا على حق الناس تعتذر لهم خلاص. لو هما طلعوا مذنبين يتحاسب. ومفيش راجل شريف بيعدي على بوابه مثلا في اي فندق او بيعدي على بوابه في اي مكان، بوابه كشف معادن، وبيلف من الناحيه الثانيه، لا ممكن يعدي من خلالها. ايه المانع ان يكون في لجنه؟